أهلا بكم في النشرة الرياضية. واصل فريق الرفاعة سلسلة نتائجه السلبية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي على يد الملكية بهدفين لهدف. السماوي تقدم في النتيجة عبر اللاعب موسى ناري في الدقيقة 29، وعادل هاشم السيد عيسى النتيجة للملكية في الدقيقة 40، قبل أن يخطف اللاعب عيسى البري هدف الفوز في الدقيقة 69، ليرتفع بذلك رصيد الملكية ل 13 نقطة، وبقي الرفاع ثامنا برصيد 10 نقاط. هذا وكان المنام قد نجح في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري وبتغلبه على سترة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 9 والأخيرة لمرحلة الذهاب من المسابقة. افتتح اللاعب ليومار دا سيلفا التسجيل في الدقيقة 46، وأضاف اللاعب فيليبي ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم مسعود قنبر ثلاثية المنامة قبل دقيقتين من نهاية المباراة. وبهذا الفوز رفع المنامة رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد سترة عند 11 نقطة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي. في المقابل أنهى الحدة القسم الأول من المسابقة متصدرا بعد فوزه على البستين بثلاثة أهداف لهدف، بينما حقق الرفاع الشرقي فوزا صعبا على الحالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.